المصل بتاع المرض ينتشر زي الانفلونزا بتاعت الخنازير، وان شاء الله تجيكم الانفلونزا بتاعت الاسماك في المستقبل، على اي حال ان المصانع تشتغل بتاعت المخابرات هذه. اذا كانت هي تباع بثمن غالي معناها تجاره، يصنعوا فيروس وينشروه في العالم باش الشركات الراسماليه تحصل اموال ببيع الاموال. عيب، هذا حرام عليكم. الامصال لا تباع، الدواء لا يباع. اقروا الكتاب الاخضر، لا يسمح ببيع الدواء. الدواء لا يباع. اعلنوا يقولوا الدواء مجاني. الامصال المجانيه مش حتنتشر الفيروسات، لان خلقوا فيها باش يعملوا امصال وباش تكسب منها الشركات الراسماليه. هذه معالجه خطا. اعلنوا الادويه لا تباع مجانيه. واذا كانت حتى فيروسات حقيقيه يجب لا الامصال، لا نبيع الامصال، يجب نبيع، يجب نعطيها بلاش. العالم يبذل جهد ويصنع هذه الامصال لينقذ نفسه. هذه كلها معروضة في ملفات وقضايا بتناقشها الجمعية العامة المتحدة، ما عندهاش عمل إلا هذا العمل.